يلا بقى يا حسين، مش هينفع انت تلعب باللعب بتاعتي. ازاي يعني يا منى؟ كده عشان دي لعبي انا وبابا جابها لي انا. طب وايه يعني لما نلعب بيها سوا؟ لا انا بحب العب بلعبي لوحدي، ما بحبش حد يلعب بلعبي. بقى كده انا بقى اروح اشتكيكي لبابا. ماشي براحتك، انا بحب لعبي وبحافظ عليها. يا بابا يا بابا بابا يا بابا يا بابا، انت فين يا بابا؟ ايوه يا حسام. شفتي يا بابا، منى مش عايزه تلعبني بألعابها. منى ازاي ده؟ والله زي ما بقولك كده يا بابا، انا كل يوم اقول لها لعبيني بالالعاب بتاعتك خليني نلعب سوا، طيب مفيش اي فايده فيها خالص، والنهارده تقولي لا انا مش هلعبك بالعابي، انا بحافظ على العابي وانت بتكسرها لي. طيب وانت فعلا بتكسرها لها يا حسام؟ لا طبعا. وانت بتلعبها بالعابك ولا لا يا حبيبي؟ انا بلعبها معايا بالعابي كلها وهي بتلعب معايا بيهم على طول، وعمري ما قلت لها سيبي الالعاب او انت تكسريها او ما تلعبيش معايا دي خالص، بالعكس انا لو كسرت حتى حاجة من العابها بتبقى غصب عني. ماشي يا حبيبي، سيب لي انا الموضوع ده وهشوفه معاها. ماشي يا بابا. يا سحر يا سحر، تعالي يا سحر انا عايزك. ايوه يا احمد، في ايه خير؟ حسام اشتكي لي النهاردة من منى مرة تانية، ودي مش اول مرة يشتكي لي منها. منى تاني؟ انا عارفة ان منى بصراحة زودتها قوي. بنتك مش راضية تديله الالعاب يلعب بيها خالص. والله بقى دي مسؤوليتك، انت راجل البيت وانت ابوهم وتقدر تتصرف معاهم، سيبوني انا في المطبخ. لا احنا لازم نساعد بعض في الموضوع ده، الولاد امرهم يهمنا احنا الاتنين، ودي انانية والمفروض نعلمها تبطل الاسلوب ده وتبطل العادة دي. ماشي مفيش مانع. قولي انا المطلوب مني ايه؟ انا هقولك، انا هروح اشتري هدية لحسام وهاجي بيها وهديها لحسام، ومش هجيب اي حاجة لمنى، وانتي طبعا مهما عيطت ومهما زعلت ما تصلحيهاش ولا تعملي اي حاجة. انت عارف ان انا بضعف قدام عيطها بالذات. لا استحملي بس شوية لحد ما نعلمها تبطل الانانية دي، لان مش لازم ابدا تطلع كده وتفكر في نفسها وبتحب نفسها وبس. خلاص ماشي يا احمد، روح انا مستنياك هنا. ماشي يا حبيبتي، سلام. ايه يا احمد، في ايه مالك؟ انا زعلان قوي يا ماما، منى ما رضتش تخليني قدام الباب. انت قاعد ليه قدام باب الجنينه كده قدام باب البيت؟ منى ما رضتش تخليني العب باللعب بتاعتها، وبابا قال لي انه هيجيب لي هديه وراح وتاخر جدا ولسه ما جاش. يعني انت قاعد مستنيه قدام البيت بقى؟ ايوه قاعد مستنيه. طب ليه حبيبي قاعد حاطط ايدك على خدك وزعلان ليه كده؟ انا زعلان عشان منى مش راضيه تديني حاجاتها. لا يعني منى برضو لسه بتقول نفس الكلام ده؟ ايوه مش راضية تديني اي حاجة يا ماما. طيب يا حبيبي ما تزعلش، بابا هيجيب لك لعبة دلوقتي بيجي، مش هو قالك كده؟ ايوه قال لي ان هو هيجيب لي لعبة جميلة وهدية حلوة قوي. خلاص يا حبيبي تعالى ادخل استناه جوه، بلاش قعدتك قدام الباب دي. ماشي يا ماما حاضر. يلا يلا تعالى. بابا جه بابا جه، هي هي يا بابا يا بابا، انا هنا فوق في البراندة. ايوه يا حبيبي ايوه. جبت اللعبة يا بابا؟ هي اللعبة دي اللي معاك؟ ايوه يا حبيبي انزل تعالى انزل. يعني الصندوق ده بتاعي؟ ايوه يا حبيبي يلا تعالى. ماشي حالا. يا سحر يا سحر. ايوه يا احمد. تعالى يا سحر، فين منى؟ جبت اللعبة عملت ايه؟ فين منى؟ لما نادي منى. يا منى تعالي يا منى عشان تكلمي بابا. بابا بابا انت جيت يا بابا، وحشتني قوي. ايوه يا حبيبتي. ايه ده، ايه الهديه الجميله اللي معاك دي؟ لا لا دي مش بتاعتك يا حبيبتي، دي بتاعت اخوكي. بتاعت اخويا؟ طب وانا يا بابا؟ هي هي لعبتي جت، لعبتي جت، لعبتي جت. ابقى يا منى علشان اخد لعبتي. ايه ده ايه ده، هي دي لعبته بس يا بابا؟ انت ما جبتليش حاجه. ايوه يا ستي دي لعبتي، مش انتي مش عاوزين العب معاكي؟ بابا بقى اشتري لي لعبه لوحدي. ايوه يا منى حبيبتي، الهديه دي علشان حسام. ايه ايه يا بابا، يعني ايه عشان حسام بس؟ طب وانا يا بابا، وانا ما جبتليش ليه؟ انا بسمع الكلام ومؤدبه، والله انا مؤدبه، اسال حتى ماما. هي بصراحه بتسمع الكلام، انما في حته الالعاب والهدايا واللعب دي بابا هو اللي بيتحكم بقى وبيتصرف، انا ما اقدرش اتدخل ابدا. يعني ايه يا بابا، طب انت ما جبتليش لعبه ليه؟ علشان يا منى انت مش بتدي لاخوكي العابك، وبابا زعلان منك. انا يا بابا، انا يا حسين.
حسام مش بديلك العابي؟ ها يا منى هتقولي ايه كمان؟ اوعي تكوني هتكذبي كمان. تعالى تعالى يا حسام، تعالى خد لعبتك يا حبيبي. الله الله، دي لعبه جميله قوي يا بابا، الهديه دي عشاني. انت حاطط لي ايه فيها بقى جواها؟ فيها مفاجاه جميله قوي يا حبيبي، ان شاء الله تعجبك. انا عايزه افتحها بسرعه، هاخدها افتحها في اوضتي حالا. على اذنك يا منى. يا ماما لحقي يا ماما، ده مش بس يديني هديه، يعني انا مش هاخد هديه يا بابا؟ لا 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 يا منى، انت مالكيش اي هديه النهارده، وبابا كمان مخصمك. ايوه فعلا يا منى، انا زعلان منك جدا. انا هاخد هديتي بقى واروح افتحها في اوضتي. ماشي يا حبيبي، اتفضل انت. يعني ايه يا ماما؟ طب خليه يلعبني معاه. هو مش هيلعبك معايا يا منى زي ما انت ما بتلعبيهوش معاكي، انت كنت لعبتي معاكي علشان يلعبك معاه. بصي يا منى يا حبيبتي، انت دايما ما بتخليش اخوكي يلعب معاكي، عشان كده انا قررت ان انا هجيب له هو اللعب بس، لاني مش هقدر دايما اجيب لعبتين لعبتين لعبتين. هو هيلعبك معاه بألعابه، لكن انتي مش هتلعبي بألعابك، فانا خلاص هجيب له هو، وده قرار اللي احنا قررناه انا وماما، صح يا ماما؟ ايوه طبعا مظبوط. يعني ايه يا بابا؟ يعني ايه ما قلتش هتجيب لي ألعاب؟ لا يا حبيبتي ما قلتش هجيب لك ألعاب، ان شاء الله انتي واخوكي هتلعبوا بالألعاب بتاعته، مش هو بيخليكي تلعبي بألعابه؟ ايوه يا بابا بيخليني ألعب بألعابه، بس انا عايزه ألعاب ليا. انتي عايزه العاب ليكي ليه؟ عشان ما تخليهوش يلعب بيها؟ لا ما ينفعش يا حبيبتي، خلاص احنا قررنا ان احنا هنجيب العاب لحسام بس، وانتوا الاثنين تلعبوا مع بعض. ليه بس كده يا بابا؟ يلا يا منى روحي على اوضتك العبي بالعابك يا ماما. يلا يلا. حسام يا حسام، ممكن تخليني العب معاك بالهديه بتاعتك او نفتحها سوا؟ بصراحه مش عارفه اقول لك ايه يا منى، انت ما كنتيش بتخليني العب بحاجه خالص من عندك، وكمان حته نفتحها سوا دي لا يا ستي، انا هفتح لعبتي بنفسي. مش انت طيب يا حسام وبتخليني العب معاك بألعابك؟ بس انت مش بتخليني العب بألعابك يا منى، وبتاخدي مني العابك وبتزعليني. فاكره لما زعلتيني وخلتيني اقعد اعيط في الجنينه؟ انا ما كنتش اقصد، بس طيب خلاص يا حسام، بص انا هخليك تلعب بألعابي بعد كده. ده كله علشان تلعبي معايا باللعبه الجديده بس، اول ما تلعبي بيها يا ستي وتشبعي لعبه منها هتقومي ايه راح واخده العابك وماشيه. لا لا خلاص يا حسام، انا اوعدك وهقولك الكلام ده قدام بابا وماما كمان. سيبيني افكر في الموضوع ده. عشان خاطري يا حسام انا ما عدتش هخليك ما تلعبش بالالعاب بتاعتي. ماشي يا منى خلينا نشوف. طيب تعالوا نروح نقول لماما وبابا بقى. تعالي بس نفتح الاول اللعبه، ايه رايك؟ ايوه يلا يلا نفتحها ونشوف بابا جاب لك ايه. يلا يلا بينا. الله ده حلو قوي يا حسام، حصان لونه ازرق. ده حصان جميل قوي، انت عارفه انا بحب الحصان قوي. واضح ان بابا عارف يختار الهديه الجميله دي علشان يغزني. خلاص بقى يا منى، انت هتقعدي تعيطي تاني ما قلنا هنلعب بيهم سوا. ماشي، بس بابا ما عادش هيجيب لي هديه كده، انا زعلانه. لا لا ولا تزعلي، ده كلام، بكره يجيب لك يا ستي واحسن من دي كمان. لا هو قال لي خلاص مش هيجيب لي حاجه غير لو اعتذرت وخليتك تلعب بالعابي. انا هخليك تلعب معايا بالعابي يا حسام والله. خلاص. الله ايه ده، انت جبتي الفرينه بتاعتك يا منى؟ ايوه ايوه جبتها لك يا حسام علشان تلعب معايا بيها. انا عارفه ان انا حشتها منك في الجنينه وقلت لك لا ما تلعبش، بس خلاص يا حسام انت اخويا وحبيبي الصغير، وانا جايبها لك يا حبيبي عشان تلعب معايا بيها، بس عارفه ان انت مش هتكسرها لي. لا لا طبعا مش هكسرها لك يا منى. ايه انا كمان هسيبك تلعبي بالحصان بتاعي. طيب ايه رايك يا حسام نلعب لعبه مع بعض؟ ايه هي؟ انا عندي فكره. نلعب بالفريرة، سيب الحصان ده على جنب وتعالى نلعب بالفريرة بتاعتي. ماشي يا منى، نحطه هنا ونلعب ايه بالفريرة بتاعتك. قوليلي بقى هنعمل ايه بالفريرة؟ انا هلفها مرة وانت تلفها مرة، ونشوف مين بقى فينا اللي هيوقفها في الاخر، وايه هتاخد اكتر وقت واكتر مدة هيكون من نصيب مين. خلاص ماشي انا موافق، ايه رأيك تبدأي انتي؟ ماشي حسام هبدأ انا. 1 2 3. هي واو.
رب ما تقفش دلوقتي، يا رب ما تقفش دلوقتي، كمان كمان كمان. وقفت وقفت، وعملت كام بقى ثانية؟ استني يا منى كده، انت عملتي حوالي 15 ثانية. طيب دوري بقى انا، يلا بقى دورك يا حسام. 1 2 3. واو يا سلام، ضربة قوية. كمان كمان كمان. انت اللي فزتي يا منى. لا 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 كده مش هينفع، انا هلعب دور كمان. خلاص ماشي، ابدا انت. 1 2 3. ياو يا سلام، يا رب ما تقفي، يا رب ما تقفي. يلا 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 يلا. وقفت. انا عملت كام ثانية بقى دلوقتي يا منى؟ انت عملت 10 ثواني بس يا حسام. طيب دورك انت بقى. 1 2 3. يا سلام، انت المرة دي خبطتيها جامد يا منى، لعبتيها حلوة. تعالى بس نشوف هتعمل كام ثانية يا حسام. استنى، انا حاسة انها كانت ضعيفة برضو شوية، كان المفروض ضربتها اقوى من كده. وقفت كده، عملتي يا منى برضو 18 ثانية، يعني انت برضو اللي كسبتي. طب اديني فرصة اخيرة، فرصة اخيرة علشان خاطري. خلاص بقى يا حسام تعالى نلعب بالحصان. لا لا، طب فرصة كمان، دور كمان. طيب يا سيدي العب انت. 1 1 2 3. ياهو يا سلام. ايوه ايوه، يلا خلي العداد يعد. يلا يلا يلا. 12 ثانية كده، برضو زودت عن المدة الاولانية يا حسام. طب يلا يا منى بقى جربي انتي. 1 2 3. حسام يا سلام، مبروك مبروك يا حسام، اخيرا كسبتني. ماشي يلا بينا نقول لهم. استني باخد الحصان بتاعي معايا. ماشي يا حسام، خد الحصان. بابا بابا بابا. ايوه يا حسام، شفت الحصان اللي انت جبته لي؟ عجبني قوي قوي يا بابا، متشكر قوي ليك. مبروك عليك يا حبيبي، انا هلعب بيه على طول. بس في حاجه كمان يا بابا، منى هتلعب معايا، هي جت اعتذرت لي وانا سامحتها. بجد يا منى؟ ايوه يا بابا والله العظيم، انا اعتذرت له وجبت له العابي كمان عشان نلعب بيها مع بعض. خلاص بقى يا بابا ما تزعلش منها، انا خلاص سامحتها. شفتي بقى يا منى يا حبيبتي، شفتي قد ايه يا سحر حسام طيب وبيحب اخته؟ ايوه ايوه طبعا، امال ايه، حسام طيب وجميل قوي وبيسمع الكلام كمان، وبيحب اخته منى وبيلعبها بكل العابه. برافو عليك يا حسام يا حبيبي، انا مبسوط منك ومبسوط منك انت كمان يا منى، علشان خلاص مش هتبقي انانية وتحبي نفسك اكتر من اي حد وتلعبي بألعابك لوحدك. لازم نحب كل اللي حوالينا يا حبيبتي ومنبقاش انانيين، ونلعبهم معانا بألعابنا، وبالذات اخواتنا، لان اخواتنا دول حتة مننا، احنا كلنا ايد واحدة. فهمت يا منى؟ ايوه يا بابا خلاص فهمت، فهمت ان انا مش لازم ابقى انانية واحب نفسي اكتر من اي حد ولعب اخواتي معايا. ايوه كده يا حبيبتي، لان صفة الانانية دي صفة وحشة جدا، ومفيش اي حد هيصاحبك علشان الصفة دي. يلا بقى يا منى نلعب بالحصان. خلاص يا بابا بقى، انت هتجيب لها العاب بعد كده علشان تروق بقى وتضحك بقى وتبطل عيط. يلا يا حبايبي يلا روحوا العبوا مع بعض. يلا يا منى يلا نلعب مع بعض، انا هجيب الفريرة بتاعتي كمان. بس المره دي يا منى انا مش هجيب لك هديه، لكن المره الجايه هجيب لك يا حبيبتي، عشان انت خلاص بقيتي شطوره لحد ما تثبتي لي العكس. هي هي بابا وافق خلاص. هي بابا هيجيب لي العاب المره الجايه. هي يا حسين يس. يلا بينا نلعب بقى يا منى. يلا بينا. ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، يا رب تكون عجبتكم. عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات فهمتوا ايه من لعبه النهارده وحبيتوها ولا لا، وحبيتوا مين النهارده من شخصياتنا اللي كانوا موجودين معانا،
وطبعا لكل اصحابنا اللي لسه بيتفرجوا على قناتنا لاول مره، ما ينسوش طبعا يضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان يعلموا على علامه الجرس عشان يقدروا يشوفوا كل العابنا اللي بنقدمها لكم كل يوم وقصصنا الجميله اللي بنحكيها لكم كل يوم. ما تنسوش طبعا تعملوا شير ولايك للفيديو وتوروه لكل اصحابكم عشان هم كمان يستمتعوا بالالعاب بتاعتنا الجميله. واشوفكم بكره يا اصحابي مع لعبه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله قناه العابي. باي باي يا اصحابي، باي باي.